ازيكم؟ تمام. هعرفكم بنفسي عشان هم نسيوا يعرفوني. انا دكتوره سميحه سامي، محاضره في المركز المشهوره كنس العذراء الهطول، شطاويه الاصفر، وخادمه في كنس العذراء النجوم، وليا شرف اللي بنوته من بناتي في الخدمه مريم. اهلا بيك يا مريم. الحقيقه النهارده الموضوع بتاعنا كلكم شايفيني كده؟ ها؟ في حد مستخبي ورا العمود؟ مستخبي يطلع. فهنشترك مع بعض دلوقتي في الموضوع يعني. دايما لما تجينا في المشوره مشكله بين اي زوجين بندور على مشكله من ثلاثه نلاقي احد الاسباب الرئيسيه من المشكله دي. حد عارف ايه الثلاث مشكلات الاساسيه اللي بنلاقيها دايما بين الزوجين؟ او احدهم او اثنين او ثلاثه؟ حد عنده فكره؟ اتفضل. تدخل الاهل. تدخل الاهل، اشكرك جدا. ايه كمان؟ اشكرك. ها؟ ايه كمان؟ تغيير. نعم؟ تغيير الكلام. تقصدي مش كلمة واحدة يعني؟ في أحيانا بيبقى تغيير الكلام سيستم معين، نظام معين، هو ده اللي بيبقى الكلام يحمل معنيين ويجي ما يتمش اتفقنا عليه. أشكرك جدا، اتفضل. حد تاني؟ تجي من الناس من بره بتاعت التدخل من بره، وغالبا طبعا اللي من بره دول مين؟ كويسين. زي الفل، على عيننا وراسنا. زي الفل، في أهل هنا يا جماعة عشان ناخد راحتنا يعني. حقيقة بالظبط كده، بالظبط. أشكركم جدا. الحقيقة ثلاث مشكلات الأساسيين اللي إحنا دايما كمبشرين لما تجيلنا مشكلة بين زوجين ندور على مشكلة من ثلاثة، زي ما أنتوا قلتوا بالظبط، تدخل الأهل واحدة فيهم. المشكلة الثانية المال، اللي هو الانكم بتاعنا وازاي بتصرف ومين يصرف ومين يساعد ومين يحوش والقصه دي كلها. المشكله الثالثه العلاقه الحميميه بين الزوجين. ليه انا بقول كده؟ علشان كده ما يديكوا اهميه موضوع النهارده. موضوع النهارده هنتكلم في موضوعين اساسيين، وهو التلف والاتصال، والعلاقه المحاضره الثانيه عن العلاقه مع الاهل والحموان. يعني ازاي اقدر انا كخطيب وخطيبه بعد ما اتجوز نكون أسرة مستقرة ومستقلة، وفي نفس الوقت ازاي أكرم أهلي وحموالي. عشان كده ايه أهمية هذا الموضوع، نعتبره حجر الأساس لنجاح حياة زوجية. الموضوعين دول على فكرة، يعني اللي بيقدر يعمل الكلام ده تمام فعلا بتبقى حياته مستقرة تماما. اللي بيقدر يعمل عملية توازنية بين حياته المستقلة بشريك حياته وبين علاقته بأهله وحموالي. عشان كده بنقول الوصيه جات لنا بيقول لك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته. يعني في حتمية للتلف والاتصال، يعني لازم نعملها، لازم نترك اهلنا واصحابنا كله علشان التصق بشريك حياتي. في حتميه ولا لا؟ لازم ولا لا؟ لازم. لازم. السؤال بقى، لازم ليه لازم يعني؟ كان ممكن ربنا يقول هيلتصق الزوجين مع بعض ويكون جسد واحد وكل ده من غير ما يقول لي يترك، مش كده؟ لكن الآية جت لإيه؟ يترك يلتصق يصيران جسد واحد. إن عشان يلتصق بشريك حياته ويصير جسد واحد لازم الخطوة اللي قبلها إيه؟ يترك. ليه؟ ها؟ لا مش مكملة غير لما تردوا عليا بقى يعني. برافو عليك، أشكرك. اسمك إيه؟ سيمون. قال كلام هايل، هو كون اسره جديده بحياه مستقله جديده بشريك حياته، عشان كده لازم يترك. برافو يا سيمون. بس السؤال ليه لازم يترك؟ ليه؟ عشان مشاعره ووجدانه وافكاره تتنقل لناحيه ثانيه. اشكرك جدا. اسمك ايه؟ هاني. هاني قال كلام هايل جدا، برافو. عشان مشاعره وكل ما ليه هتنقل لشريك حياته، طبعا ده لازم. بس السؤال يا هاني ليه لازم؟ سنة الحياة. خطيبة هاني اسمك ايه؟ جانيت. قالت هو سنة الحياة، هو فعلا سنة الحياة جانيت ان هو لازم يتنقل ويترك. هو بس السؤال ليه لازم؟ وليه سنة الحياة؟ الخطيب والخطيبه دخلوا متاخرين، احنا بنسال دلوقتي ليه في حتميه للترك؟ احنا بنتكلم عن ترك الالتصاق، فليه لازم كل خطيب وخطيبه اللي متجوز يترك حياته ما قبل عشان يرتبط بشريك حياته؟ السؤال ليه؟ ففي كذا راي ونسمع الباقي. ها؟ اتفضل. حد الحاجه هنا. بقول لك لما بابا وماما
ازاي بابا وماما عمل اشكرك جدا على جسم حضرتك. ماجد ماجد قال كلام هايل، زي ما بابا وماما عملوا وزي ما اولادنا فيما بعد هيعملوا زي ما جدودنا عملوا. بالظبط يعني ده قال ماجد. ولكن السؤال يا ماجد برضه ليه؟ هو ليه بابا وماما عملوا وليه اولادنا هيعملوا بعد كده؟ ها؟ نعم؟ الكتاب المقدس قال كده. اشكرك اسمك ايه؟ كارول. كارول قالت عشان الكتاب المقدس قال كده. ما هو ليه الكتاب المقدس قال كده؟ ليه المصريه قالت كده يا فندم؟ مفيش حاجه في مصر مفيهاش حاجه حتى اللي بيتراهن بيسيب الناس كلها. هوبا ده دخلنا في حضرتك. سوري ده ايه ده؟ ترجمته ايه؟ ايه الكتاب المقدس بالعربي. كده مقدس بالعبري. انا اول مره اسمع الاسم الجميل الحقيقه. قال لنا كلام حلو قوي ان لو كل حاجه ضريبه فالجواز ليه ضريبه لازم نترك. اشكرك بس هو سؤال ليه ليه الضريبه دي؟ عشان نسمع المحاضره. عشان نسمع النهارده. اشكرك. في تكوين 2:18 قال الله ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له ايه؟ معين ونظيره. وطبعا اخدته اكيد دي في التساوي في الزوجين يعني هي زيه بالظبط. في تكوين 2:21 ابونا ادم نام نوم عميق جدا جدا وربنا اخذ ضلع منه وبنى امنا حواء. صحي ابونا ادم وبعدين قال هذه الان لما لقى امنا حواء جنبه قال ايه؟ هذه الان عظمه من عظامي ولحم لحمي. لو قلت لك يا هاني جانيت عظمه من عظامك ولحم لحمك يعني ايه؟ يعني حته من اشكرك. يعني حواء حته من ادم. فيرد عليه ربنا في الايه اللي بعدها على طول في تكوين 2:24 العدد اللي بعده على طول يقول له لذلك. لذلك السبب يا ادم لان هو حته منك لحم لحمك وعظم عظامك ها لذلك ايه ها يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بمراته ويصيران جسدا واحدا. يبقى ليه؟ عشان دي نتيجه. اه طبعا السبب ايه؟ ان اخذنا امنا حواء دخلت من ضلع ادم فبقى ادم وحواء بيرجع لاثنين جسد واحد في سر الزيجه المقدسه. بترجع الحتة اللي اتاخدت من آدم في الخليقة تتحد بالأساس بتاعها اللي هو آدم بترجع في سر الزيجة المقدس ويصيران إيه؟ جسدا واحدا. عشان كده سر الزيجة المقدس عندنا دي قدسيته ودي سموه ودي شريعة الزوجة الواحدة وشريعة الجسد الواحد محطوطة من بداية الخليقة. شوف قد إيه؟ مش بس في العهد الجديد مش بس جمال سيد المسيح. عشان كده يتحقق بقى في قبل ما ربنا يخلق امنا حواء في تكوين 1:28 قال ايه ربنا؟ وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكسروا واملأوا الارض. طب ابونا ادم يقدر يثمر ويكسر ويملأ الارض لوحده؟ امنا حواء تقدر لوحدها؟ الاثنين ايه مع بعض؟ ها يثمروا ويكسروا ويملأوا الارض ازاي؟ في سر الزيجه المقدس لما ترجع امنا حواء تتحد بابونا ادم في سر الزيجه المقدس. عشان كده في حتمية لترك الالتصاق طبعا. مش بس كده ترك الالتصاق وحدة واحدة يعني ما اقدرش التصق بشريك حياتي ما كنتش اعمل الخطوة اللي قبلها التالتة. لو انا عايزة اروح عند الباب مش ممكن انا اقعد مكاني لازم اترك المكان ده عشان اروح عند الباب مش كده؟ عشان اتحد بشريك حياتي واكون جسد واحد لازم اترك الوضع اللي انا فيه عشان التصق بشريك حياتي. زي ما قال ماجد بالظبط الترك والالتصاق والاتحاد الزيجي عمليه متكرره مع ما تتغيرش مع الزمن. ممكن الاشخاص تتغير وممكن المكان يتغير وممكن الظروف تتغير وممكن كل شيء يتغير لكن الوصيه تتغير؟ لا. الوصيه كما هي من الاف السنين وتستمر لنهايه الخليقه زي ما هي. مع اختلاف الاشخاص واختلاف الظروف لكن هي عمليه متتاليه وتتم بنفس الطريقه زي ما قلنا اهلنا عملوا كده واحنا عملنا كده واولادنا هيعملوا كده واحفادنا هيعملوا كده وهكذا لنهايه العالم. اذا الترك
هو الوصول لدرجة عالية من النضج وتحمل المسؤولية؟ يقول لنا علماء النفس كده والمشيرين والمشهورة يعني الزواج هو طريق الناضجين. مين هنا بيحب المانجا؟ المانجا اللي بيحب المانجا ايه احلى نوع في المانجا؟ اي حاجة كله حلو طالما ايه؟ كله حلو طالما ايه؟ مانجا طالما ايه؟ مانجا طالما مانجا بس طالما ايه المانجا؟ حلو ها؟ عشان مش بتاعها عشان منها مستوية عشان مستوية عشان ناضجة. نفس المانجا دي لو انا جبتها مش مستوية مش ناضجة جيت اكلها تبقى حلوة؟ تتاكل؟ رمية المانجا برضه رمية المانجا امتى تبقى حلوة تتاكل؟ لما تبقى ناضجة. التالت كده الزواج طريق الناضجين، اتنين وصلوا إلى درجة عالية من النضج يقدروا يتحملوا مسؤولية، يقدروا ياخدوا قراراتهم، يقدروا يحلوا مشاكلهم، يقدروا يتحملوا مسؤولية الحياة الجاية. فهو إذا أصبح ناضج. إذا الزواج هو طريق الناضجين، يبقى التالت هو إيه؟ إن وصلت إلى درجة عالية من النضج ساعدنا على تحمل مسؤولية الزواج والارتباط. التالت معناه إن هتنقل من مرحلة اللي هي مسؤول عامل الى مسؤول عن او الاخذ والعطاء. اشكرك جدا ان من مرحله ان انا باخد عايز اخد اهتمام وعايز اخد مسانده وعايز اخد مصروفي وعايز اخد حاجات عايز اخد الى مرحله ايه ان انا اقدر ادي مسؤول من الى مسؤول عن مسؤول من اهلي مسؤول من اصحابي مسؤول من ابوي الى مسؤول عن شريك حياتي. عارفين مثال الناس ازاي بنتعلم احنا المسؤوليه ونتنقل المسؤول من الى مسؤول عن؟ حد عارف الناس بيعلم ابنه ازاي المسؤوليه؟ حد عنده فكره؟ اتفضل. بيقلب له العش بتاعه عشان يعرف يطير. ايوه. بعد كده يبتدي يسنده بالنخاله. اشكرك جدا يا هاني. فعلا بياخده الى على ظهره، بص على ظهره الى نقطه عاليه جدا، وبعدين بلا اي مقدمات يروح ايه؟ سايبه في الهواء. طبعا النسر الصغير ده لسه الجناحات بتاعته ما نمتش تماما، فلاقي نفسه كده في الهواء يعني لا حول الله ولا قوه يعني. فيبتدي يرفرف على خفيف بس ويجي يقع في البدايه. الاب بيجي يعمل ايه بسرعه؟ حالا يجي يشيله على ظهره تاني ويكرر العمليه دي باستمرار باستمرار، بس كل مره النسر الصغير بيعمل ايه؟ يرفرف تدريجي تدريجي لحد ما يلاقي نفسه ها قادر ان هو يطير كويس ويتحمل مسؤوليه نفسه. هنا بتنقل المسؤول من الى مسؤول عنه. احنا اهلنا عملوا معانا كده، بيساندونا لحد المرحله اللي يقدر كل واحد وكل واحده فينا يتحمل مسؤوليه. اللي نرجع لنقطه الزواج هو طريق الناضجين، ان اصبح كل واحد فينا عنده القدره انه يتنقل المسؤول من الى مسؤول عنه، يقدر يتحمل مسؤوليه الزواج. الترك معناه هو الانتقال، الانتماء من الابوين الى شريك الحياه، انتماء كامل. حط تحت كامل خط، يعني بعد الجواز مفيش انتمائي نص نص لشريك حياتي والنص الثاني لاهلي، لا انتمائي كاملا لشريك حياتي. هقول هنا اي خطيبين تاني غير جين وجانيت؟ جورج وخطيبته ودينا. جورج ودينا، لو دلوقتي يا جورج انتوا متعودين يعني تاخد خطيبتك تتفسح وتقعد الساعة 10 بالليل، وفي يوم عندك فرح اكليل لصاحبك فتسهر الساعة 1 بالليل، فتقول لي دينا النهارده احنا هنسهر 1 بالليل، دينا هتقول لك ايه؟ بابا يخرب بيتي. مش هتقول بابا يخرب بيتي، لا هتقول له استأذن. ها استأذن بابا، هو ممكن تسهر معاه بس بعد ايه؟ استئذان بابا. بعد الجواز دينا وجورج اتجوزوا، ودينا نفضت لبابا وماما عندت لها شهر ما زارتهمش، راحت تزورهم فقال لها يا دينا توحشانا جدا جدا وعايزه تبات معانا النهارده. فدينا هتقول لهم ايه؟ استاذن جورج، مش كده ولا ايه؟ الترك معناه نقل انتمائي كاملا من انتماء لابوي دلوقتي الى انتماء لشريك حياتي كاملا بعد الزواج. مين هنا حجز الاكليل بتاعه؟
الناس اللي حجزت الاتنين بتاعها بالفعل بدأت رحلة الترك بتاعها بالفعل، بمعنى ان اللي حجز معاد الاكليل يعني اخذ قرار يقيني ان انا هكمل معاد، ان انا هكمل معادي. احنا خلاص اخذنا اختبرنا بعض وقعدنا فترة مخطوبين ودرسنا بعض كويس وتوصلنا الى درجة معقولة من التفاهم اللي تؤهلنا ان احنا ناخد قرار الجواز، فحجزنا كنيسة. فابتدت رحلة الترك بتاعتي ان هما دلوقتي بيوضبوا في الشقة بتاعتهم، بيوضبوا في البيت الجديد بتاعهم. ومش معناها البيت الجديد اللي هو الحوائط والارضيات والالوان والحاجات دي، لا، ترتيب البيت ككل. ودايما بنقول نعم اشكرك جدا. اه بالظبط كده، ان مش بس التوضيبات اللي هي الصماء، لا، احنا الاثنين حطينا دستور لحياتنا ان احنا هندير حياتنا ازاي، هنحل مشاكلنا ازاي، هناخد قراراتنا ازاي، لما تواجهنا مشكله هنعمل ايه، هنجيب اولاد قد ايه، هنزور اهلنا ازاي، هنبيت عندهم ولا هم يجوا لنا، ولا يعني في سيستم كامل اتحط. هنا بدات رحله الترك مع الخطيبين دول. يوم الاكليل، عارفين الموقف اللي يجي بابا يسلم عروسته قدام باب الكنيسه؟ بس زمان كان الطقس ده الحقيقه بيسلم عروسته فين؟ قدام باب الهيكل حقيقه يعني، بس انا عشان التصوير والحاجات اللي زي كده والزفه فخلوها قدام باب الكنيسه. الوضع الاصح قدام باب الهيكل، قدام الهيكل. اللي بيكتمل الترك في اللحظه دي اللي بيها بابا بيسلم بنته لعريسها، ففي رساله ثلاثيه. الرساله الاولى لبابا نفسه، بيقول لنفسه في اللحظه دي انت مسؤوليتك عن بنتك دي هتنتهي في اللحظه دي، لكن تنقل المسؤوليه بتاعتها لمين؟ للخطيبه اللي هيبقى جوزها بعد الاكليل، بعد لحظات يعني. ورساله لبنته كمان لازم احنا نقراها كلنا للبنات والشباب ليكم، لكل واحد فيكم. رسالة ليكي كبنوتة ان انت مسؤولية بابا عنك انتهت في اللحظة دي، ان مسؤوليتك اصبحت الان مسؤولة من شريك حياتك. ورسالة للخطيب بيقول له انت الان اصبحت مسؤول عن بنتي بعدي، انا دلوقتي خلاص مسؤوليتي كبابا انتهت في اللحظة دي، الرسالة جات لي انا كبابا، ورسالة ليك كخطيب ان انت اصبحت مسؤول عنها تماما من هذه اللحظة اللي بسلمك فيها بنتي. بتكتمل هنا عملية الترك. ايه انواع الترك؟ اول حاجة في انواع الترك، الترك المكاني. يعني ايه الترك المكاني؟ يعني بقى بيننا الحين بقول لكم نصيحة، يعني عيشوا في شقة اوضة وصالة بس بعيد عنها، باحترامنا الكامل للاهل اللي فوق راسنا من فوق، لكن خليك مستقل بشريكة حياتك. ليه؟ للسنوات الأولى من الجواز بتبقى منتهى الأهمية. أنتوا دلوقتي مخطوبين سي لكم شهرين، ثلاثة، سنة، سنة وشهرين، أيا كان. مهما قعدنا مخطوبين عدد من الشهور ولا السنوات، مستحيل في اتنين يوصلوا للتفاهم الكامل بين بعض إلا بالاحتكاك اليومي. يعني بعد الجواز دلوقتي كل واحد بيشوف التاني على سنة في 10 يعني، مش كده؟ هي جايه عامله شعرها، حاطه الميك اب بتاعها، مهندمه، منتهى الشياكه. تعالى بقى شوف بعد الجواز. انت وحظك، بص انت وحظك يعني. هتلاقي عامله لك البطه بالزعرونه دي على طول. اه لابسه لك بطه يعني. هو مش قوي يعني. لا مش قوي يعني، هي كده. هي وحطي لها بيدك. لا يعني كده. جاية بعد الجواز التمام، هتلاقي بعد كده مريات المطبخ وريحة البصل وريحة التوكة وكده، تدخل المطبخ أصلا يعني. هو عنده مسلم. هو كولا. هو متجوز ده ماجد؟ لا لا. لا ماجد بجد بس عنده. قال لك لو حبيبي بتنقط زي ما تسكتش معاك. هو بيجي لك لابس سمارت منتهى الشياكة، بعد الجواز بقى تلاقيه مطفي النور والع على السرير بالعرض على تحت السرير، مش عارف اي حاجة في اي بلاد. احتكاكات يومية، احتكاكات يومية واختلافات يومية. وهو يقول ايه ده؟ مين زين؟ دي اللي انا شفتها في الخطوبة. يقول ده مين ده اللي جنبي ده؟ ولا صوت الضفادع اللي بيطلع؟ مش فاكرة بقى.
الشخير موسيقى حسب الله ما شاء الله يعني ما عندكوش فكره يعني. نعم طبعا الراجل تعبان ده كل التونز بقى يا ماجد يعني ضيقنا لو يوقف كل حاجه يعني بص كل الاجهزه موسيقيه ودي لك فرصه للاطراف على قد الحاجات دي على قد الحاجات دي ما بتبقى بسيطه على فكره مختلفات قد نراها بسيطه جدا بتعمل بعد الجواز اختلافات فعلا لما بنكون في بيت لوحدنا مقفول علينا باب ممكن ناخد حق بعض ممكن هنختلف اه هيبقى في مشاكل بينا ده اكيد طبعا كل واحد فيكم دلوقتي هيسبب للتاني جنبه يقول له ايه ده لو كل الدنيا بينها مشاكل مستحيل يا حبيبي لو بينها مشاكل انا واثقه كل واحد فيقول التاني كده ده هي وهمه بتقول على مين ده كل ده لو كله بينهم مشاكل انت دول اول اسبوع نسمع ضرب الحلل نعم برمي كده لقدام عشان ابين الدنيا لا هي لا على فكره مش كلام قد ما بيبقى مش متخيلين على فكره على فكره من خلال الجلسات المشهوره عندنا اللي احنا بنلاقيها بيقولنا مخطوبين وبيقولنا متجوزين فاللي جايين متجوزين بيقولوا ما كناش نتخيل بص الفكره على فكره انتوا دلوقتي مش معناها كل واحد بيسجل التاني يعني او بيقول له اي كلام يعدل الخطوبه لا خالص هو في قراره نفسه وقررت نفسها ان احنا شايفه بينا مشاكل فعلا لكن واقع الحياه بيبقى فيه مشاكل ان احنا مختلفين عن بعض احنا اتنين مختلفين ومتربيين في بيئه مختلفه وفي بيوت مختلفه فطبيعي نتخانق اه طبيعي نختلف طبعا ده ما اختلفناش يبقى في حاجه مش مظبوطه هي الفكره ازاي نتعامل مع الاختلاف فاللي بيقول لنا مش في المشهوره قالوا لنا ايه ما كناش متخيلين ان احنا بالذات نتخانق انا ما كنتش متخيل ان هغلط فيها كده انا ما كنتش متخيله ان انا هجرحه كده اه كنتش متخيلين علشان كده لما بنقول ترك مكان مهم ليه لان ممكن يحصل كلاشات دي اه تحصل لما يكون انا انا وشريك حياتي مقفول علينا باب هنتخانق ممكن هنعلي صوتنا على بعض احتمال هنزعل مع بعض لكن سهل جدا نتصالح وسهل جدا كل واحد يعاتب التاني وسهل جدا نصفي الوضع ده لما نكون موجودين وسط اهل والاهل يعني لو باباه ومامته هو هيبقى بالنسبه له الموضوع عادي مين اللي هيبقى متاثر الطرف الاخر مش هيبقى واخد راحته وخاصه في اول سنه جواز لا واخد عليهم ولا لطريقتهم ولا طبيعتهم وهكذا ايا كان الطرف اللي عايش مع اهل شريك حياته بتبقى النتيجه في جدار نفسي بيني بين الطرفين اللي مش بيعرفوا يصفوا اللي بينهم تماما دي نقطة. النقطة الثانية اختلافهم وموجودين وسط الأهل في احتمالية تدخل الأهل بنسبة كبيرة وبالتالي أنا بدل ما كانت المشكلة قد كده خليتها قد كده. عشان كده بنقول ترك المكان مهم جدا من فضلكم أيا كان إن شاء الله تاخدوا جار جديد قانون جديد أي طريقة تبقوا فيها في بيوتكم كل واحد مع شريك حياته لأن هنتطبع أول سنة جواز وتاني سنة جواز من اهم سنوات الزواج اللي بابنا عليها بقى سنين الزواج ليه فيها بنبتدي نفهم بعض نفهم طريقه بعض ونفهم كل واحد ايه اللي بيضايقه واللي بيسعده وامتى يتجرح وامتى يتصالح كل ده بيتبني معايا في اول سنتين فلما بيكون اول سنتين دول وسط الاهل بيعمل لي شرح بيأثر على حته الزواج كلها انا بقول لكم من خلال خبرات مشهوريه بتقابلنا في المشهوره كنا لكم خبرات دي الترك الثاني الترك المادي احنا متعودين دلوقتي ممكن نكون اهلين بيساعدونا فده يعني هرجع عن ايه؟ اي واحد قدمناه واحد ساكن في نفس العماره مع اهله انا ما قلتش نفس العماره لا 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 ما قلتش نفس العماره خالص لو نفس العماره لا بص عائشه والدته عائشه مثلا وتعبانه وتقول له معناها ده معناها برضه ناخد الفلوس هي للضروره انا بقول للضروره القصوى حضرتك لكن في حالات اكسبشن وهقول لك على حاجه تاني دلوقتي بعد لحظات هقول لك في حاجه اسمها الترك المكاني ممكن يكون في ترك مكاني ومفيش ترك نفسي هكمل لك ده وهرجع لك النقطه بتاعتك بالظبط اوكي الترك المادي هو ترك الاعتماد المادي على الوالدين بمعنى ان احنا متعودين اهلنا بيصرفوا علينا بيدونا مصروف في قيمته كذا في الشهر بعد الارتباط لو سمحتوا
لو سمحت هما بيساعدونا في الارتباط اوكي، وفي شراء الشقه وتوضيبها والعفش كل ده اوكي مفيش مشكله مني. بعد الجواز طالما انت اصبحت مسؤول عن اسره، مسؤول عن زوجتك، وانت اصبحت مسؤوله ببيتك، عودوا نفسكم وتاقلموا حياتكم على الانكم بتاعكم ايا كان قيمته. ليه؟ نعم؟ الموجوده بالظبط كده. ليه بقول الكلام ده؟ لان لو انا اعتمدت ان بابايا بيساعدني اول كل شهر بقيمه معينه، الحقيقه انا اديته برميشن بايه؟ بابايا بيساعدني بقول له ايه؟ مش بس كده، بقول له اتفضل اتدخل في حياتي، انا دلوقتي بصرف عليك، يبقى حقي اتدخل في حياتك ومش من حقي؟ ما تقدرش تقول لي لا على هيك، لان انا بصرف عليك. دي نقطه. النقطة الثانية، لما بيكون أحد الطرفين بياخد من أهله مصروف، أسفة في اللي هقوله، بيصغر في نظر شريك حياته، وخاصة لو الزوج بياخد من أهله مصروف في البيت، بيصغر في نظر الزوجة إنه مش قادر يقوم بمهمة الزواج، إنه مش قادر يقوم بمسؤولياته. بتيجي في لحظة معينة يحصل كلاش تحت أي ظرف، اختلاف أي حاجة زي كده، هتلاقي من غير ما تحس ممكن تجرحه، من غير ما تشعر لما انت مش قد جواز كنت اتجوزت ليه؟ كلمه بتتقال كده فريم بتجرح الراجل جدا. ولو هي اللي بتاخد مصروف من بيت اهلها، الزوج بيحس دايما بصغر نفس لانه حماه بيصرف عليه. عشان كده بنقول عودوا نفسكم على الانكم بتاعكم ايا كان قيمته، اكبروا مع بعض وظبطوا حياتكم على كده علشان تدوا فرصه حد يتدخل في حياتكم ولا حد فيكم يحس بصغر نفس تماما. الترك الثالث واداء اهمهم الترك النفسي. والترك النفسي ده بنمثله بالفطام. عارفين البيبي لما يتفطم من بيت من الرضاعه بيبقى شيء مؤلم جدا، بس هو مؤلم للطفل بس؟ ها؟ مؤلم للطرفين. خلوا بالكم الترك النفسي مؤلم للطرفين، ليك كشاب وليك كبنوته والبابا وماما كمان. ان في اللحظه دي بتقول لهم احنا هنعتمد على نفسنا. عشان كده بعض الاحيان بنقول الترك بيعني حاجتين، اترك انا التعلقات العاطفيه باهلي، ان انا اقول ان انا دلوقتي ناضج كفايه اقدر اقوم بحياتي لوحدي، اقدر اقوم بمسؤولياتي لوحدي، انا مش محتاج بابا وماما انه يبقوا سبورت ليا او ان هم بمعنى اصح ان هم يقوموا عني بمسؤولياتي، انا اقدر اقوم بمسؤولياتي دلوقتي. والترك النفسي يعني ترك رغبه الاباء باعتماد اولادهم عليهم. يعني في بعض الاحيان بنقابل مشكله عكسيه، ان الاب والام مش متخيل ان ابنهم ده هيبطل يعتمد عليهم او بنتهم دي هتبطل تعتمد عليهم. تلاقي الام تقول لك ايه؟ ده بنتي دي غلبانه، ده ما بتعرفش تعمل قرص بيت لوحدها، ده هتقومي ازاي مهمه الزواج؟ هتقومي ازاي بقى؟ ده لازم انا اساعدها. هي مين هنا اللي مش عارفه تترك؟ الام ولا البنت؟ الام. الام هي اللي ماسكه في البنت. عارفين فيلم عريس من جهه امنيه؟ مثال واضح جدا وصارخ جدا لعمليه تعلق الاب المرضي بالبنت. تعلق غير عادي، مش متخيل في ذهنه ان حد هيجي ياخد بنته. انا كان معايا حاجه كده، كانت الام بنتها تتجوز في نفس الشارع، يعني شقتها بالصدفه في نفس الشارع في العماره اللي بعدها كده. والام كانت بتقول لي ايه؟ بص يا دكتور انا مش متخيله في لحظه ما ان انا اصحى الاقي بنت مش موجوده معايا في الشقه. ده هي ده انت لو مديت ايدك هتجيبيها كده تسلموا على بعض، قالت لي ولو مش متخيله ان بنت هتسيبني. مش متخيلها خالص. بنتي يعني تتاخد من حضني؟ هي ده الترك اللي احنا بنقول ايه؟ فطام نفسي للطرفين، لده ولده. ردا على سؤال الانسه اللي ورا اللي باصه بعيد، اسمك ايه؟ كريستين. ردا على كلام كريستين، ان يحدث ترك مكاني وما يحدثش ترك نفسي، ايوه في بعض الاحيان بيبقى في ناس عايشه في مكان غير المكان، وقد يكون في محافظه غير المحافظه، وقد يكون في بلد غير البلد، بس ما حصلش ترك نفسي، لسه ما زال الطرف الاخر بريموت كنترول بيحرك الطرف التابعني. هحكي لكم حاجات مشهوره كانت معايا. زوج قال لي خطيبتي، يعني مراتي هي كانت خطيبتي متعلقه بمامتها تعلق فظيع جدا، بطريقه ما تقدرش تاخد اي قرار غير لما ترجع لمامتها فيه.
المهم قال لي بس انا كنت بحبها، فقلت يعني احاول بعد الجواز اديها وتبقى معايا وهتنسى القصه دي. المهم الام كانت مقدمه معاها ابنها عايش في امريكا، كانت مقدمه ورقها جات لها الهجره كمان مع ابنها. فقال خلاص ده شكرك يا رب، سافرت خلاص. سافرت الام اللي هي حماته، وبعدين ربنا هو اتجوز، وبعدين ربنا اداله بيبي. قال لي فوجئت بعد ما يعني مراته ولدت، حماتي من امريكا اتصلت بيها قالت لها تسمي البامبينو كذا وتعمديها في كنيسه كذا، وبعد العماده وتتفق مع ابونا فلان اللي يعمدها، وبعد العماده تحجزي القاعه في المكان الفلاني عشان تعملي لها الاحتفال بتاع العماده، وتجيبي لها الحلويات من المكان الفلاني، وتدعي فلان وفلان وفلان وفلان. قال لي مراتي بالملي كتبت وراها المطلوب ونفذته بالظبط. نعم. فاهمين الفكره؟ ترك ايه هنا؟ كان في ترك ايه؟ مكاني دي في مصر بتاعي في امريكا، لكن الترك النفسي ما حصلش. عشان كده يا كريستين يحصل كده بالعكس، ممكن تبقى ناس مع بعض في نفس العماره طبعا، وممكن يكون ناس في نفس البيت، لكن عندهم القدره ان يكون عندهم استقلاليه. لو الواحده لقت خطيبها عنده القدره على دي مش مشكله. لو عنده القدره ان يبقى ليه شقته في نفس العماره بتاعت اهله، بس هو عايش حياته مستقلة، هو نوت. وبعض الأحيان لو ظروف حتى بتبقى مامته معاه، بس هي مامته واخدة يعني بديهم حرية إن هم يعيشوا كزوجين مستقلين، مفيش مشكلة. لكن احنا بنتكلم على الجنرال، على العام، على الأفضل. لكن لو في حالات اكسبشن طبعا إن هي للضرورة، مفيش مشكلة. وضحت النقطة كريستين؟ طيب ازاي يتحقق الترك الصحي؟ اول حاجه ما ننقلش خبرات البيت السلبيه. يعني كان معانا حاله مشهوره، واحده اتربت في بيت باباها سايب الدفه لمامتها، يعني مامتها هي اللي دايره البيت لاي سبب، ما نعرفش السبب ايه او ايه الخلفيات بتاعت البيت. فالبيت نقلت هذه الصوره بحذافيرها لفين؟ لبيت جوزها. بس هي نسيت حاجة مهمة جدا. إيه؟ أشكرك. إن جوزها مختلف. إذا كان بابا وافق على الوضع ده لأسباب إحنا ما نعرفهاش، قد يكون كان مسافر وقته مش سامح، السبب دفت البيت للأم لأي سبب. لكن اللي وافق عليه بابا قد ما يوافقش عليه مين؟ الزوج. فقال لي الزوج ده، حاولت أفهمه يمين شمال، أنا أرفض الوضع ده، أرفض إن أنت تبقي راجل البيت ببساطة كده يعني. ارفض ان الهرم يتقلب. قال لي هي مصر. قال لي فكنت حاطط هدومها وتلم لها هدومها وتلعب على بيت باباكي. ولما تفهمي يعني ايه جوازه، يعني ايه رب البيت، ويعني ايه قائد البيت، قالت لي قال لي جابت لي ساقط علامته بالارض. قال اباء الكهنه والخدام وي وي وي. قلت له لما تتعلم الدرس كويس. قال لي سبتها سنه كامله لحد ما شغل معانا فعلا. قال لي لحد ما اتعلمت الدرس وجت شخصيه متبدله. فاهمه يعني ايه الزوج ما يوافقش على الشكل ده؟ عشان كده ما نقلش خبرات البيت السلبيه. لو انا في حاجه في بيت اهلي سلبيه، قد يكون شايفاها ان ده طبيعي، بس اشوف انا شريك حياتي وافقه ده وما فيهوش ده، عشان احط الصوره الطبيعيه للبيت. ايه الصوره الطبيعيه للبيت؟ ان الزوج قائد البيت والزوجه معينه لي، مش الزوجه معين قائد البيت والزوج معين لي. الا اذا الزوج سلم قياد البيت بارادته الحره للزوجه، ده قصه ثانيه. ممكن ظروف الزوج لاي وضع ان هو واقف مش سامح يدير البيت، مفيش مشكله. شايف ان الزوجه عندها حكمه اكثر لاداره البيت ماليا مثلا، او في تربيه الولاد او الاخر، مفيش مشكله. لكن يبقى باتفاق بينهم، مش هي تدي له كتف قانوني وتقول له وسع انا اللي ادير البيت. لا ده مرفوض. الحاجة التانية ترتيب الأولويات. لو أنا سألتوك يا شباب دلوقتي إيه أولوياتك في اللحظة دي؟ أي أولويات؟ شغلك مثلا، خدمتك، باباك ومامتك، خطيبتك، أي كان. الشغل أشكرك، ها؟ أولوياتكم إيه؟ أولوياتك. الشغل أشكرك، ها؟ تاني. الشغل صب ترتيب للحياة اللي جاية. الشغل صب ترتيب للحياة اللي جاية، أشكرك. ما تخافوش إن خطيبتكم قاعدة جنبكم، خدوا راحتكم لو سمحت. لا صحيح؟ على ما على ما سيكون يعني. البنات ايه اولوياتك؟ لو قلت لاي واحد ايه اولوياتك؟ الاهل. اشكرك جدا. ها
طبعا في ترتيب الاولاد الله اولا واخيرا في كل يعني سواء خاطب مخطوبه لسه اي كان يعني تتجوز مش مشكله. يجي شريك الحياه الترتيب ده بعد الجواز على فكره. شريك الحياه يجي بعد ربنا يعني رقم واحد بعد الله. يعني شغل متعارض مع شريك حياتي لا شريك حياتي اولا. شريك حياتي متعارض مع الاولاد شريك حياتي اولا. مش معنى كده هرمي الاولاد. بس ما انساش شريك الحياه بسبب الاولاد. هقول لكم على حاجه يعني همسك ودنكم كده للخطيبات والبنات اللي هيبقوا خطيبات وزوجات بعد كده. عندنا الام المصريه بتتفانى في خدمه الاولاد وده شيء ايجابي حلو. بس الحقيقه هي وبتتفانى في خدمه الاولاد بتنسى انه في واحد اسمه ايه؟ شريك الحياه او الاولاد. فوجدنا ان الزوج بعد ما الام اللي هي الزوجه بتجيب اول بامبينو بتهمل الزوج خالص يعني بتبقى البيبي بتغير البيبي وتنيمه وتصحيه وتنيمه وتصحى معاه وهو تقول له الاكل عندك في الثلاجه او ما لحقتش اعمل الاكل او سخن وكل غصب عنها دي بقى اتضح الاتي الحقيقه يعني ان الزوج بيغير من البيبي الاول بيغير فاهمين كلمة بغير جنبه دي؟ أيوة دي حقيقة على فكرة. بيغير إن هو خد منه اهتمام الزوجة، هي قاعدة تهنن في البيب اللي جاي الحلو الأمور ده ربنا يخلي وتكبر وتأكل وتشرب وتنام وتصحى وهو التاني إيه قاعد بيوين في الأوضة التانية يعني تعيش حياتك يعني. بيلعب ماتش كورة. إمتى بيبتدي يفوق كده ويقول الله ده في حاجة حلوة في البيت؟ لما يبتدي البيب الصغير يقول إيه؟ بابا. في اللحظه اللي يبتدي البامبين يقول بابا يبتدي يقول الله ده في كائن حلو في البيت اهو انا غيران من ايه؟ ده في حاجه حلوه بتخصني. عشان كده دي نصيحه ليكم يا خطيبات ويا بنات اللي تبقوا خطيبات وزوجات من فضلكم يجي البيت بنهتم بيه طبعا ناخد بالنا منه جدا طبعا بس من فضلكم ما تنسوش انه في زوج محتاج لك كزوجه برضه. عشان كده بنرتب اولوياتنا شريك الحياه الاولاد الاسره تيجي الأسرة بابا وماما رقم أربعة. يجي العمل. تيجي الخدمة التطوعية. يعني أنا بخدم في أحد الأسر. بس ولاد عايزين مش عايزين الخدمة. خلوا بالكم الخدمة غير رقم واحد للعلاقة الشخصية مع ربنا. العلاقة الشخصية مع ربنا رقم واحد. علاقتي الخاصة احترافي تناولي وسائل النعمة بتاعتي وسائل النعمة بتاعتي القراءة الكتاب المقدس الحاجة تخص علاقتي الخاصة بربنا. لكن الخدمه التطوعيه ان في غير يقدر يقوم بيها. لكن ولادي مفيش غير يقدر يقوم بمهمته. بابايا ومامتي عايزيني وعندي خدمه، لا اروح لبابايا ومامتي. عشان انا مفيش بديل ليا، لكن الخدمه في بديل. في ناس دلوقتي الاولاد بتاعتها اصحابها واصدقائها. شوفوا بيبقوا رقم كام بعد الجواز؟ رقم كام؟ سبعه. ما لو في نعم؟ غالبا ما هو بقول لك رقم سبعه، شوف بقى يعني لما توصل سبعه ده. بعد كده رقم ثمانيه لو اي حد فيكم عنده هوايات صيد او يعني عايز يسافر يعمل الجو مع اصحابه حاجات زي كده، لو في وقت يعني مفيش مشكله. الحاجه الثالثه بعد الزواج، في سؤال؟ الحاجه الثالثه بعد الجواز عشان نحقق الترك الصحي قرارات الاسره انتوا الاثنين مسؤولين عنها مسؤوليه كامله. قرارات الاسره مفيش واحد ينفرد بالقرار. ما انت كزوج ما تنفردش بالقرار وانت كزوج ما تنفرديش بالقرار. لكن القرار بينهم مشترك بينكم الاثنين بس بينكم انتوا الاثنين بس. مفيش حد تاني تاخد لكم القرار. لكن حد يسال طب معنى كده ما اخدش راي حد؟ لا خد راي. عايز تاخد راي الاهل ماشي. راي حد من الكبار اوكي، خادم بتثق فيه مفيش مانع، بس بناخد راي ايه؟ ها؟ استشاري. لكن الفاينل مين اللي بياخد القرار؟ هما الاثنين. هما الاثنين. ليه لازم الزوجين هما اللي ياخدوا القرار بتاعهم؟ ليه؟ عشان حياتهم هما، دي نقطة، إيه كمان؟ حملوا نتيجة القرار. أشكرك إيه؟ لأن لكل قرار إيه؟ نتائج. النتائج دي قد تكون إيجابية وقد تكون إيه؟ سلبية. لو أنا طلعت القرار اللي أخدوه لي أهلي مثلا أو أصحابي أي كان خدوا لي القرار ده وطلعت النتيجة بتاعته سلبية، مين هيشيل الشيلة؟ أنا لكن النتيجة بتاعتي. فلما أخد أنا قراري هيبقى عندي الشجاعة أتحمل نتيجته.
دي نقطة. النقطة الثانية بعد الارتباط غالبا من أول سنة في بامبينو جه. بعد 3-4 سنين البيبي ده مش هيدخل الجامعة المدرسة؟ هختار لي مدرسته فين وكنيسته فين والأنشطة اللي يدخلها ويدخل تجريبي ولا لغات ويدخل مش عارفة إيه ولا إيه مش كده إنجلش ولا فرنش ولا حاجة زي كده. مين ياخد قرار ولادي؟ أجيب بابا وماما يدوا قرار ولادي؟ ولا أنا كبابا وماما مسؤول عن قرار ولادي؟ عشان كده ناخد قرار في الأسرة مع بعض وأنتم مسؤولين عنهم مسؤولية كاملة. مسؤولين عن اتخاذ قرارات أسرتكم، مفيش حد تالت ياخد القرار. كده عندك اتخذ القرار. نعم. كده عندك اتخذ القرار. لا ده قصة، لا قصة تانية دي. اه كده ندخل قرار تاني. يعني مفيش حاجة اسمها عندي القرار على فكرة عشان تاخدوا أي قرار هتقولوا أنتوا صغير على النقطة دي، يعني ماجد بيسأل لو العند في اتخاذ القرار. مفيش حاجة اسمها الأسرة العند فيها، ليه بقى؟ أصل مشكلة. أنا بشكرك جدا على النقطة دي، النقطة التانية الجواز هو الحاجة الوحيدة للاتنين كسبانين الاتنين خسرانين. يعني لو واحد عنده العناد ده وطلع قرار خسران مين اللي هيخسر؟ هو لوحده او الطرف الثاني لوحده؟ الاثنين. اتفضل. انا مثلا عملت معاه في موقف معين، هو قال لي ما تلبسيش حاجه معينه دي اكيد صيغه عامه مع الفلوس، انا لبستها فالعند ده هيوصل لايه؟ طب انا عملت معاه هو ينفعي، هو انا هتضايق مشكله على طول يحصل تصعيد. ايوه انا هنقسم بعض طبعا مشكله هتكبر على طول. بابا وماما ممكن يعرفوا تصعيد. اشكرك جدا. احسن تصعيد من حاجه بسيطه جدا. عشان كده بنقول في اي قرار بتاخد الاسره بتحط سيستم، اذا ما كنتوش خدتوا حاجه زي كده بتحط سيستم بنتناقش مع بعض كل واحد يجيب الايجابيات والسلبيات بتاعت القرار ده نطرحها كلها قدامنا ويبقى كل واحد فينا حاطط في ذهنه هناخد القرار اللي يفيد الاسره بغض النظر مين فينا صاحب القرار. بسام عز عز دي ليه؟ انت عشان ما خطفتش يا ماجد لسه يعني؟ هل اه بقى النقطة في جدا قالت معايا واحد صاحبي شاف كتير. اه هي خصوصيات البيت كلها. رقم 4 عشان يتحقق الترك الصحي ماجد بيقول لنا عنده واحد صاحبه بيحكي كل خصوصيات بيته لاهله هو اصحابه. عشان يحصل الترك الصحي خصوصيات البيت جوه البيت. اسرار البيت جوه البيت. مش بالضروره تبقى حاجات خطيره على فكره، مش بالضروره تبقى اسرار بمعنى كلمه اسرار، بنقول خصوصيات البيت. يعني كان معايا حاله مشهوره قال لي انا متعود ارجع من الشغل اتغدى ورايح شويه وبعد ما اصحى من النوم هو عنده الـ 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 الطريقه دي او بيحبها قوي، قال لي اطلع في البراندة واقول لمراتي اعمل لنا شاي بالنعناع ونقعد نشرب مع بعض وندردش ونشوف اخبار البيت اللي حصل النهارده في الشغل وايه اللي يعني حوارات عامه. قال لي فلقيت مراتي بعد ثاني يوم مثلا ماسكه التليفون وبتحكي لصاحبتها او اختها ده احنا امبارح فلان رجع من الشغل بعد ما رايح شويه صحي من النوم قعدنا في البراندة بنشرب شاي بالنعناع. فهو قال لي انا زعلت معاها وقلت لها انت ليه بتحكي حاجات تخصنا؟ فقالت له هي ايه؟ هو يعني سر حرب يا سيدي يعني ايه يعني؟ احنا بنشرب شاي بالنعناع. فقال لها مش فكرة سر حد، فكرة ايه؟ هي فكرة ايه؟ خصوصية، خصوصية بيت هي حاجة بسيطة، لكن هي شيء يخص مين؟ يخص الزوجة مع الزوجة دي. يبقى ليه الآخر أي كان الآخر صاحبتها ولا صديقتها ولا الزوجة بتاعتها ولا باباها ولا مامتها يعرفوا الخصوصية دي. عشان كده بنقول خصوصيات البيت جوه البيت. كان معايا بنوته متجوزه في احد الفيلا في العبور فهي ساكنه في دور وتاني وحماها وحماتها تحت يعني. فقالت لي كل يوم الاقي شريك حياتي جاي جوزي جاي من الشغل يعدي الدور الارضي كل التفاصيل يروح ايه صاففها ليه وهي بتسمع من فوق. كل حاجه بيحكيها لباباها ومامته. قلت لها انت بتعملي ايه؟ قالت لي بصراحه بكلم ماما وبحكي لها كل حاجه برضه. قلت لها طب هو عارف كده؟ قالت لي اه عادي يعني. قلت لها طب انت بتعتب عليه ليه؟ يعني انت اذا كان انت بتحكي لماما كل تفاصيل حياتك اذا عشان انا اطالب شريك حياته واقول له ما تحكيش خصوصيات بيتنا بره يبقى لازم ابدا بايه؟ بنفسي. لما الاقي ان انا بحافظ على خصوصيتي وعلى اسرار بيتي وعلى كل ما يخصني الاخر هيعمل كده. دي نقطة. النقطة الثانية الحقيقة
لما بيبقى طرف بيحافظ على خصوصيات البيت بيكتسب ثقة الطرف الآخر. يعني كان في واحد عارفين من كام سنة كان في قلق وفي بطالة كتير وفي مشاكل وفي أزمة مالية، فكان في شركات كتير بتستغنى عن الناس اللي فيها، فكان أحد المهندسين يستغنى عنه في الشركة بتاعته. فقال لمراته أنا مش عايز أهلي ولا أهلك يعرفوا إن أنا سايب شغلي من فضلك يعني. الزوجة دي قعد هو 8 شهور كاملة في البيت، وكان الوقت ده بيقدم سباهات وبيقدم على شغل طبعا، بس يعني مش بيشتغل. قعدت هي 8 شهور كاملين هي اللي بتشتغل، هي اللي بتصرف على البيت، ومفيش حد اطلاقا من اهلها او اهله عيب الكلام ده. فبيقول لي الزوج ده الحقيقه زوجتي كبرت في نظري جدا، ووثقت فيها جدا ان اي حاجه اقول لها عليها انا واثقه ان مش هتطلعها طالما قلت لها عليها. فده بيبني الثقه. لكن لما تكون الزوجه بتروح كل حاجه يقولها لها الزوج بيطلعها بره وبتحكيها بتفقد الثقه. وعارفين من الاعمده الاساسيه في نجاح الحياه الزوجيه في 4 اعمده، احدهم عمود الثقه. لو اتكسر العمود ده الترابيزه دي تميل على جنب. الثقه تبنى، تبنى بايه؟ بمواقف زي كده. عشان كده بنشوف كل واحد ايه اللي بيريحه انا بعمله. بيريحه ما احكيش خصوصيات بيتنا، يبقى لازم تتحكيش خصوصيات بيتنا. الا اذا الاثنين اتفقوا مع بعض ان احنا هنتكلم عن الموضوع ده قدام مثلا اهلي او قدام اهلي. لكن لو اتنين مش متفقين ما نجيش رايحين زياره عندهم تقول له ايه؟ على فكره يا بابا الموضوع كذا كذا، يبقى جوزها قاعد بقى مفروس وبيعمل يفضل بقى ان هي بتحكي من غير ما ايه؟ ولما تقول له. عشان كده بنقول خصوصيات البيت واسرار البيت جوه البيت. النقطة الخامسة عشان احقق الترك الصحي، احنا بنقول كبار وعندنا الزوايا الطريق الناضجين، يعني نقدر نحل مشاكلنا بقدر الامكان. بقدر الامكان. طب لو احنا الاثنين حصل كلاش والموضوع حصل تصعيد وما عرفناش نحل المشكله، نروح لبابا وماما ولا حماي وحماتي؟ ايه رايك؟ لبابا وماما ولا حماي وحماتي؟ هو ما عرفش يحل، انت ما عرفتش تحلوه، يعني حصل خلاص وقعدت واتناقشت واتكلمت ولقيت الموضوع مش عارفين نحله. ولا دولة. اشكرك. طبعا ولا دولة. اروح لطرف ايه؟ محايد. وهي دي خدمه المشهور عندنا. ممكن يكون الطرف المحايد اب كاهن، اب الاعتراف، اشمعنى؟ خادم، حد كبير في العيله احنا الاثنين موافقين عليه. خال، عم، ايا كان، حد انا عارف انه هيبقى محايد فعلا. لكن بابا وماما وحماي وحماتي مهما حاولوا يكونوا محايدين مش هيقدروا يكونوا محايدين طول الوقت. يعني ممكن تروح في الاول تشتكي فتلاقي هي مثلا حماتي تيجي على مراتي شويه تقول لها وليه عملتي كده؟ وازاي؟ وازاي زعلت جوزك؟ اوكي، بس تلاقي كده كل ما تشتكي تقول لك انا بعدين ما تقلش العيال قوي يعني. لان في النهايه هي ايه؟ بنتها. مش هتستحمل كتير ان انت تشتكي منها كتير، والعكس طبعا. عشان كده المشاكل بقدر الامكان نحلها احنا مع بعض، احنا اتنين كبار وناضجين واخدين بعض على التفاهم وعلى الحب، هنحاول نحلها. تعسر الامر قدامنا، لا نروح لحد المحايد علشان ما يتصاعدش الموضوع وما يكبرش معايا. دي نقطه. النقطه الثانيه ان الزوجين الحقيقه مجرد ما تروحوا بيتكم ويتقفل عليكم بابكم هتبقوا زي السمنه العسل وتسترخوا، هتبقوا زي الفل. بس سبتوا ايه بيت الاهل بقى؟ مشكله شغاله ده زعلها، ده هي زعلته، ده نكدت عليه، الله ينكد عليها واليوم ما شفناهاش، الله ينكد عليه. وتبص تلاقي بقى ايه؟ يوري وجود وانتوا في البيت انك زي الفل بالظبط كده، وتقعد المشاعر فيها مراره ووقت طويل جدا ان دي زعلت ابني وهو زعل بنتي، الله، وانتوا هناك ايه زي الفل؟ ايه تمام. اذا اكد الاهل خالص عن قصه مشاكل. همسه في اذن الخطيبه، لو سمحتي اتركي شخصيه بابا الستاندرد، ما تقيسيش خطيبك على شخصيه بابا. كان معايا خطيب، يعني حد مشهوره خطيب وخطيبه، قال لي بص بقى انا اتخنقت. قلت له ليه؟ قال لي كل ما اعمل حاجه ايا كان الحاجه دي كبيره او صغيره الاقي خطيبتي تقول لي ايه؟ بابا لو كان مكانك في الموقف ده كان اتصرف بالطريقه الفلانيه. ما بيحبش المقارنه. بالظبط، هي اي حد ما بيحبش المقارنه. اتصرف في موقف معين، بس بابا كان اشتري حاجه معينه، بابا كان هيشتريها بشكل تاني، سعر معين، بابا كان هيجيبها ارخص من كده. ما بيحبش حد يعدل. قال لي فبالطريقه دي، قال لي قلت لها انا غير بابا، يعني انا كده، انا باكش على بعضي، يا قبلاني مش قبلاني،
مش هتلاقي واحد تيبيكال زي بابا. فلو سمحتي خطيبك هو كده، يقابلها كده يا مش قابلها كده. لكن ما اقعدش اقول اصل هو فيل، اصل بابا، اصل هو، لا ما ينفعش مقارنة تماما. كل واحد بيختار شريك حياته على بعضه كده، يعاقبه كده باللي فيه بمميزات وسلبيات هي مش عاجبه، لكن ما اقعدش اقارنه بحد تاني. وزي ما همست في اذن الخطيبه اهمس اذن الخطيب واقول له لو سمحت اترك اكل ماما. لا ينفع يا بنتي، لا ينفع ونص كمان. بعد الجواز طبعا انت الخطيبه غالبا بتبقى خلصت الجامعه من هنا، اتخطبت من هنا، او اشتغلت من هنا، المهم ما لحقتش تتعلم مطبخ ولا حاجه يعني. فتيجي تقول له ايه، تبقى واقفه 3 4 ساعات في المطبخ، تيجي تقول له النهارده اعمل لك شويه اكل، انما ايه؟ البس جوانتي، البس جوانتي حبيبي. لها ليه؟ تقول له خايف على صوابعك. عامله لنا ايه يا ترى؟ قالها عامله لكم النهارده عامله لك ملوخيه بالحمام واحلى اكله. لا هي تجيب له الملوخيه فيلاقي حاجة كده عايم عليها شوية حاجات مسودة كده، مش عارف تكلم ملوخية ولا صراصير ولا ايه بالظبط. اقول لك مش مهم، بلاها شوربة، بلاها ملوخية، هات الحمام. فيجيب له الحاجة تكون مسرحية دي، هات الحمام ده، حمام ده ولا جنب سني ده ولا ايه بالظبط. فممكن اقول لها ايه؟ الله يرحم ايامك يا ماما، فين اكلك؟ ابنك اتبهدل، ابنك جراله جراله، مش عارفه كل يوم نظيفه. غالبا هي هتعمل ايه بقى؟ الخطيب زوجة تعمل ايه في الحاله دي؟ ها؟ عند ماما. كده نصيحه ليك يا شباب اللي هتبقوا ازواج المستقبل، مراتك هتجيب لك الاكل، نصيحه لها لك واسمها النصيحه يا بنتي صالحكم يعني، احسن لكم عشان تلاقوا اكل بعد كده يعني. مراتك هتجيب لك الاكل. مالكوا كتير مش مهم، الاكل شايب ما كناش حاجه ابدا. الاكل المكرونه بشاميل معموله من غير بشاميل مش مهم. الاكل مالكوا زياده مش مهم، يعني مش مهم. تسلم ايديكي يا حبيبتي، تعيش وتعمل تعيش وتعمل كويس. ليه دخلت المطبخ اساسا؟ على فكره بتجيلنا حالات مشهوره مشكله الزوجين الاكل. انتوا واخدين الموضوع فن؟ هو فن بس بيعمل مشاكل، وخاصه مع الزوج اللي بيحب الاكل او مامته كانت شاطره في الاكل. بتبقى الزوجه لسه فعلا ما اتدربتش، هو مش طايق، انا متعود على اكل ماما. عشان كده بقول لكم كمان همسك ودنكم يا خطيبات، تعلموا الاكل بجد بجد، اتعلمها من دلوقتي. نصحى دي شغله بتاكله من دلوقتي في الاكل اللي بتعمله. قلت له بص هو ده اكلي، هو ده اللي هتتعود عليه، هو ده الموجود كويس. ما تخش الموقف اساسا، نشكر ربنا لان انت محسوس الناس في العشاء. بتقول لك خطيبها ما يخش الموقف يعمل معاها، بس اتمنى ايه يبقى معاك كده، ما بقاش الخطوه بس. ربنا يفرحك. لا هو ما بيخش معاها دلوقتي عشان يقول لك دلوقتي. انت قريب من كده، انت قريب من كده. فلو احنا قدرنا، لا ده شكله بيسجدك بقى، خلي بالك يعني. لا لا بص اقول لك ادخل المطبخ وسلام عيد دلوقتي. لا صباح الخير يعني. ميلادي ظبط الله، ده يوم عيد ميلادي بقى. وقبلها لو حد اتصل بيا في عيد ميلادي بقى تتجوزي الاخبار ايه؟ شوف هتلاقي الاخبار ايه؟ لو قدرنا نعمل السبع نقط دول هنقدر يعني قراراتنا، مشاكلنا، حياتنا الخاصة، أسرارنا، استقلاليتنا، معنى صح نحافظ على استقلالية أسرتي وعلاقتي الخاصة جدا مع شريك حياتي، يبقى أنا هقدر أعمل الترك الصحي اللي وصلني لإيه الخطوة بعدها؟ الالتزام الصحي. إيه الالتزام؟ خلوا بالك الالتزام بقى هو سر الزواج المقدس المسيحي. الاثنين يصيران ها جسدا واحدا.
الاتصاف معناه هو ارتباط الاثنين ارتباط وثيق غير قابل انفصال. ولما دخلت على معنى كلمة الاتصاف باللغة العبرية اتضح انها تعني اللصق بالغراء. عارفين لازم الغراء؟ جت منين؟ جت من جوازنا المسيحي. يقول لك لازم غراء. يعني ايه لازم غراء؟ يعني لو جبت ورقتين لزقتهم ببعض في البغيرة اقدر اغسلهم؟ ولو حاولت افصلهم يحصل ايه؟ واحدة تتقطع ولا الاثنين؟ الاثنين يتقطع. جوازنا المسيحي زواج اللزق بالغراء غير قابل للانفصال، ولو حاولنا نفصلهم الاثنين يتقطعوا. ومادة الغراء دي لانك الحب يزيد بين الزوجين، هي اللي بتحافظ على الاتصال بالاثنين. في افسس 5:25 بصوا سمو العلاقة الزوجية بتاعت زواج المسيحي واصلة لقد ايه؟ الكتاب المقدس في افسس 5:25 قال ايها الرجال احبوا نسائكم كما احب المسيح الكنيسة واسلم نفسه لاجلها. علاقة الزوجين كعلاقة مين بمين؟ السيد المسيح بالكنيسة. طب تيجي نتخيل يا شباب كده، تيجي الكنيسة كانت تقول له ايه للمسيح؟ كفاية علينا 2015 سنة اتصال. ايه ده؟ ينفع؟ وينفع تخيل حتى من الكلام ده؟ يبقى ازاي نتخيل ان زوجين بيفصلوا عن بعض؟ ازاي نتخيل زوجين بسر الزيجة المقدس المسيحي ينفصلوا عن بعض؟ غير قابل للانفصال. لا يفصل الزوجين بعد الزواج طالما اصبحوا جسد واحد، لا يفصل بينهم الا الموت. عشان كده الاتصال كل واحد بيقطع على نفسه عهد ابدي قدام السيد المسيح في سر الكلمه المقدس اللي بيقول له انا معاك الى نهايه الحياه ولا يفصلنا عنك الا الموت. الاتصال بيعني ان كل واحد بيعلن مسؤوليته قدام الطرف الاخر، ان انا مسؤول قدامك، قدام الهيكل دلوقتي وقدام السيد المسيح، انا بساجد قدام الهيكل بقول انا مسؤول معاك عن نجاح الاسره، مش واحد مسؤول عن الاسره ونجاحها. الاسره بتتحط اليوم الاكليل المقدس بذره الحياه الزوجيه. البذره دي الاثنين بيروها مش واحد بس، الاثنين بيرعوها مش واحد بس، الاثنين مسؤولين عن نموها مش واحد بس. معناها الاثنين اصبحوا جسد واحد، يبقى بالتاكيد هم اقرب لبعض من اي حد تاني، اي كان الحد ده، بابا، ماما، اخوات، اصحاب، اصدقاء، الاثنين مش اي حد، احنا الاثنين اصبحنا جسد واحد. الالتصاق بيحصل يوم الزواج طبعا بسر الزيجة المقدس. وحد يقول لي في اثناء صلاة الاكليل امتى الاثنين بيصيران جسدا واحدا؟ مين بيفهم الكلمة؟ لا استلم خلاص، بيقول استلم ايها الزوج زوجتك واصبحت زوج. ها امتى بيصيروا الاثنين جسد واحد؟ وليك السين. لا برافو عليك، حلول الروح القدس املا بحل الروح القدس. ايوه حلول الروح القدس املا. ايوه اشكرك جدا. ها ساعة المايرون كان للهما. لا لا قبل المايرون، بعد المايرون كان للهما. ها بارك هما، ها قدس هما، الثلاث حاجات ورا بعض. الزيت بيبقى مايرون؟ لا مش مايرون، زيت مايرون سوري انا اسفه، هو مش مايرون طبعا. الزيت ده زيت بركه، زيت المايرون في العماد فقط. اشكرك جدا لفت نظرك. باركهما كللهما، باركهما قدسهما. مجرد ما ابونا بيقول قدسهما ايها الروح القدس، هنا بيحل الروح القدس روح الزوجين فعلا جسد واحد. وهنا بتبتدي رحله الاتصال، بتبتدي رحله الحياه الزوجيه بكل ما فيها من حلو ومن تعب ومن فرح ومن زعل، كل شيء بتتشكل حياه الزوجين بحط نفسهم زي تاريخ زواجهم من يوم الزواج لحد نهايه العمر. حصل يوم كذا كذا، حصل يوم كذا، الحياه تخصهم مش تخص حد تاني. الالتصاق الزوجي كيف يستمر وينمو؟ اي ازاي نحافظ على الحب الزيجي بين الاثنين؟ احنا بنقول الزوج بتسلم زوجته قدام الهيكل واصبحوا جسد واحد في وجود السيد المسيح، بيحط عليهم مجموعه التزامات عشان يحافظ على الحب الزيجي. اول التزام التزام كل ان هما لا يفصل بينهم زي ما قلت من شويه الا الموت. احنا بنقول زواجنا المقدس عهد والعهد، عهد والعهد، عهد وعهد ايه؟ ثنائي ولا ثلاثي؟ ثلاثي بين اشكرك الزوج، احنا بنسمع مثلث كده، الزوج الزوجه ها ربنا. عشان كده فتره الخطوبه بنسميها ايه؟
وعد بالزواج. الوعد ممكن ارجع فيه؟ ايوه. ممكن اقول مش هكمل؟ ايوه. اخد قراري ما اكملش مع الانسان ده؟ ايوه. لكن مجرد ما تم سر الاجليل المقدس تحول وعد بالزواج الى عهد زواج. ما ينفعش اقول ما ينفعش اكمل مع بعض. عشان كده كل واحد هو فيه ايده القرار من دلوقتي يدرس كويس جدا ويتأنى كويس جدا ويفكر في الاخر كويس جدا ويبقى قابل حياته كويس جدا وحابب يكمل حياته مع الانسان ده تماما. علشان مجرد ما تتنقل الدبله من اليمين للشمال يبقى تحولنا من وعد بالزواج الى عهد الزواج. في الوعد اقدر ارجع في كلامي، في العهد ما ينفعش. في الوعد ممكن اوقف مع ده واكمل مع حد تاني، لكن في العهد ما ينفعش. عشان كده بنقول الالتزام الاول في سر الزيجة المقدس التزام كل واحد ان هنكمل حياتنا ولن يفصلنا الا الموت. حياة زيجية مقدسة وزواج عهد. الالتزام الثاني ان كل واحد بيحترم امكانيات الطرف الاخر. دلوقتي كل واحد شايف الاخر بكل ما فيه. فيه مميزات وفيه عيوب، وفيش انسان كامل. مفيش انسان بلا عيوب. وفيش انسان فيه مميزات. انا كده وهو كده. احنا الاثنين بنكمل بعض وبنحترم امكانيات بعض. هو امكانياته على قده، انا بحترمها وبقدرها وبكمله. هي امكانياتها على قدها، انا بحترم امكانياتها وبكملها. عشان كده انا دايما بقول زواجنا المقدس هو زواج التكامل بمثيله كبرتقانه. لو انا جبت برتقانه وقطعتها ربع وثلاث ارباع وحطيت الربع على الثلاث ارباع في ايدي ايه؟ برتقانه. بس مين الربع؟ مين الثلاث ارباع؟ مش مهم. الربع الزوجه، الثلاث ارباع الزوج، العكس مش مهم. الاثنين مكملين لبعض. ابقى عارف خطيب وخطيبه ان انا داخل الجواز عشان اكمل شريك حياتي، مش عشان انتقد نقائص شريك حياتي. انا داخله اكمله، اكمل الضعف اللي عنده، اكمل الضعف اللي عندها. هي مش اجتماعيه وانا اجتماعي، انا بكمل في الجزئيه دي. هي لابط اكتر مني وانا ما بحبش الكلام الكتير، داخله يكمل في الجزء ده. مش بنبص نقائص بعض، بنبص ان احنا بنكمل بعض في سر الزيجه المقدس. اتفضل. وجود الحب بين الخطيبين وبين الزوجين بعد كده بيبقى موجود تماما. في الخطوبه غالبا بنكلم بعض حوالي 48 مره في ال 24 ساعه. واحتمال اكتر شويه. ونقعد كلام وكلام وكلام. بعد الزواج معرفش اللي بيحصل يعني. في بلاستر 10 سم يتجاب ويتحط كده بلاستر عريض وكل واحد يبص للسقف بقى. تبتدي تجيلنا الشكوى الاتي اللي بنسمعها كتير. هو بطل يحبني. هي بطلت تحبني. تقعد مع الطرف الاخر لوحده ويقول لك بالعكس انا بحبها جدا، هي مش شايفاني طاحن نفسي في الشغل قد ايه علشانها. هو فعلا بيعمل كده، بس هي لسانها ما وصلتش عندها. هو مش شايف ان انا بعمل ايه وبتعب قد ايه في البيت والشغل البيت والولاد وي وي وي. هو مش شايف ده، هو مش حاسس بده على الرغم ان الحب موجود. عشان كده بنقول التزام عشان احافظ على الحب الزيجي واحافظ على الاتصال بين الزوجين. اعبر عن حب للاخر، اوصل له رساله. مش معناه ان انا اقعد الصبح دوري اقول له بحبك وموت فيك بحبك وموت فيك. لا طبعا، ممكن ميس ديكول، ممكن تكمل في نص الشغل ازيك عامل ايه اخبارك. ممكن انت وجاي من بره ولقيتها واقفه في المطبخ تسلم ايديك ايه شو تعملي. ممكن هو جاي من الشغل جاي ومحمل معاه ثلاث اربع شنط وجايب له كل حاجه بس نسي حرام كيس الملح. وعيته سودا بس نسي الملح النهارده. وانت دايما تقول يا ستي ما انا جايب له كل حاجه اهو. اقول له تسلم ايديك وتشكر كتير. الحاجات الصغيره دي صدقوني، الحاجات الصغيره البسيطه دي بتوصل رساله الحب بجد، بتحافظ على الحب بين الزوجين بجد، بتدي علاقه زوجيه ناجحه مستمره. الالتزام الرابع التزام كل واحد ان يعطي ويغفر ويوفي احتياجات الاخر. فاكرين الافلام القديمه لما كانت تيجي طنط مايا ميري مونيك تيجي تقول لي لبنتها هقول لك نصيحه تحط فيها حلقه في ودنك؟ قال لها قولي. قلت لها اتجوزي اللي يحبك، تتجوزيش ها تحبيه. ايه رايكم في المقوله دي؟ صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟
اخد اللي بيحبيه يعني احبه واحبه الاثنين يحبوا بعض. طب ليه غلط ان هي اللي بتحبك تحبك وهتبني نفسها علشانك؟ ايه المشكله يعني؟ ليه ما تاخدش اللي بتحبك بس وانت ما يعني مش مهم انك مقتنع بيها وخلاص يعني؟ مش عارفه لها حبي ان هي مش عارفه تعبر حبها ليا. هي وقت توصل مش هتعرف تجي لك حب. بشكرك. هتزهق او نقدر نقول هينضب اللي عندها انه تبدا. اشكرك جدا. اتفضلي. في حاجه مثال بسيط، السلسله بتاعتنا في حاجه فيهم مشهوره او بايظه، السلسله هتبقى شكلها كويس؟ لا طبعا. اشكرك جدا. لازم العلاقه تبقى سلسله متناسقه مع بعض. اشكرك جدا على المثل الحلو ده. ايه كمان؟ حد رفع ايده يا لسبب بسيط تاني كمان مهم جدا الى جانب اللي انتوا قلتوه صح كله، ان الزواج المسيحي مبني على العطاء مش على الاخذ. جوازنا المسيحي كده، ان انا داخل ادي الاخر، داخله اديله سعاده وداخله اديله مسانده وداخله اديله كل احتياجاته، فاحنا الطرفين داخلين ندي. تخيلوا مش مستنيه اخذ بس، تخيلوا الطرفين لازم يكون عندهم هذا المفهوم. انا كزوج وادي الزوجه، فالزوج هيدي والزوجه كمان هتدي، مش كده؟ بالظبط كده. في اللحظه الاثنين هيدوا، الاثنين هيخلوا ايه؟ هياخدوا، لان الاثنين داخلين يدوا فالاثنين هياخدوا. لكن لو واحد بس هيدي هيجي وقت مش هيبقى عنده حاجه يديها، هيجي وقت ويزهق، هيجي وقت ويبقى جواه مشاعر سلبيه جدا تجاه الاخر اللي مش انا عليه دينه. عشان كده مقوله ان تاخد اللي يحب تاخد اللي تحبه ده مقوله خاطئه في الزواج المسيحي تماما. الحاجه الثانيه الغفران حجر اساسي. كنت خدت المحاضره دي او تاخدوها؟ الغفران اخدتوها؟ اخدتوها؟ وعيطنا كلنا. نعم؟ الغفران حجر اساسي في الحياه الزوجيه. انا همثلهالكم حاجه بسيطه، طبعا انتوا خدتوها كامله بس همثلهالكم حاجه بسيطه. تخيلوا احنا اتنين كزوجين وحصل بينا مشكله صغيره او مشكله كبيره ايا كان، والمشكله دي رحت حلتها وتعاتبنا وغفرنا وسامحنا بعض. همثلهالكم بعش العصفور. عش العصفور بيتكون من ايه؟ قش. لو جبت المشكله الفرداني دي واتكلمنا فيها وتسامحنا وغفرنا لبعض، عامل ازاي الاشياء الصغيره؟ اقعد اعمل لها ايه؟ اهرسها؟ اهرسها مش كده؟ هو كسر؟ انتهي. لو انا ما غفرتش في الاشياء الصغيره واتحطت اشياء وبعدين اشياء وبعدين اشياء، اصبحت ايه؟ ماشي. زي وش العصفور الجامد تيجي تكسره؟ لا، بل بالعكس بيعمل جدار نفسي رهيب بين الزوجين. يظهر امتى ده بقى؟ تلاقي الدنيا ماشيه كويس، هدوء هدوء هدوء، تحصل مشكله لاي سبب. تلاقي اللي ما غفرش بقى ان كان الطرفين يبتدي يدوسوا على الاون، بس الاون بتاع ايه؟ فلاش باك بقى. انت فاكر ساعه الخطوبه مش عارف ايه؟ وفاكر سنه اول شهر جواز قلت لي ايه؟ وفاكر 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 اوبا. وانا حته فاكر دي ان انا ما غفرتش حاجه خالص. يعني انا كل اللي كنت بعمله ان انا باخد المشكله او باخد الحكايه دي اخزنها، ولما جاء الوقت بتاعها فتحت الظرفه وطلعت كله. عشان كده بنقول الغفران حجر اساسي في الحياه الزوجيه، عشان ما يعملش جدار نفسي، عشان ما يعملش جروح، عشان ما يعملش ان انا في مراره جوايا تجاه شريك حياتي اللي ما غفرتلوش. ما انا لما احط جوايا ده معناه ان انا بخلي المراره دي جوايا، لما تيجي مشكله صغيره بتطلع كل المرارات القديمه، يبقى انا عايشه تعبانه. عشان كده بنقول غفران حجر اساسي بين الزوجين. يوفي احتياجات الاخر الجسديه والنفسيه والاجتماعيه. احتياجات الجسديه طبعا العلاقه الحميميه وكل ما يخص الجسد. والنفسيه ان انا بدي الاخر احتياجاته من مسانده، من اعجاب، من تشجيع، من كل ما هو يساند الاخر. والاحتياجات الاجتماعيه، انا دلوقتي عندي مناسبه اجتماعيه في اسرتي، شريك حياتي معايا. عندي عيد ميلاد عند بنت اختي، شريكة حياتي معايا. ما ينفعش واحد بس يروح المناسبات الاجتماعيه او تستهويني بالموضوع ده.
ما عندكوش فكره الطرف اللي رايح من غير شريك حياته بيبقى في وضع محرج قد ايه لما يسالوه هي فين فلانه، فيبقى مش عارفه، خاصه لو فلانه مش عندها ظروف قوي يعني هي مش عايزه تروح، فبيقول لهم اصلي واحتمال واصلي كان عندها مقص شويه اصلي ظهرها وجعها اصلي مش عارفه ايه. لكن لما الاثنين بيكونوا مع بعض فبيوفوا احتياجات الاثنين الاجتماعيه، ودي مهمه جدا ان بتعمل ريليشنز حلوه جدا مع المجتمع بتاعنا. الالتزام الخامس هو الحرص على الحوار الزوجي المستمر. والحوار الزوجي على فكره معناه مش الروتين اللي هو ايه مساء الخير عاملين ايه الاخبار تسوى على خير، لا معناه العلاقه الحميه، احس بالاخر اتواصل معاه، متضايق احس بيه، عندي مشكله اسنده. وده يبتدي في فتره الخطوبه. يعني كنت مره بعد المحاضره دي في احد الاماكن، وبعدين خطيبه قالت لي بصي انا خطيب الكل بنتناقش في اي مشكله في اي موضوع عمرنا ما نوصل لقرار نهائي، يحصل خناقه ونعلي صوتنا على بعض ويتقفل الحوار من غير ما نوصل لقرار زي كده. بعد الجواز يحصل ايه؟ قلت لها بعد الجواز الاحتمال يضربك. سكتت كده وبعدين قالت لي طب اقول لك على حاجه تاني، قلت لها قولي. قالت لي بصراحه مره من المرات اللي كنا بنتناقش فيها وبعدين الحوار يعني حصل تغيير شويه فيه وعيني شويه وسخنا شويه راح ضربني بالقلم. مخطوبين قالوا بقى بعد الجواز يعمل ايه؟ قلت لها ضربك بقرا كرسي. لازم اتدرب على الحوار من دلوقتي. خلوا بالكم انتوا مرحله الخطوبه كل خطوه ايجابيه بتقطعوها مع بعض في التفاهم بتحسن العلاقه بعد الجواز وبتقلل المده اللي تاخدوها في التفاهم بعد الجواز. احنا اتفقنا مش بنفهم بعض 100% دلوقتي، لكن لما دلوقتي اقطع في الخطوبه شوط كبير في التفاهم بعد الجواز بيبقى شوط بتاع صغير، لكن اللي بيشفى من بعض من دلوقتي بناخد وقت طويل بعد الجواز على نفهم بعض، احتمال وقتها نجرح بعض قوي لو خدنا وقت طويل. عشان كده الحوار من مرحله الخطوبه هام جدا. عارفين ليه دي ديانا؟ ديانا مرات تشارلز يعني. احد البرامج بعد ما انفصلوا احد البرامج استضافوا تشارلز وقالوا له ايه رايك في ديانا؟ قال لهم ديانا؟ ده لا تنفع ام بالمعنى الدارج بتاعنا، ده لا تنفع ام ولا زوجه ولا كان لها جواز وكان يوم اسود يوم شفتها ومش عارفه كان عقلي فين بالمعنى بتاعنا كده يعني. فمقدم البرنامج استغرب ايه ده؟ معقول تشارلز بيقول على ديانا كده؟ بعد كل اللي احنا شفناه على شاشات التلفزيون والعلاقه والحب والاخره. فنفس البرنامج استضاف ديانا الاسبوع اللي بعده. قال لها انت سمعت اكيد ان مريت تشارلز قال ايه عليك الاسبوع اللي فات؟ فكرك ليه؟ قالت له اربع كلمات. When we stop talking. لما بطلنا نتكلم. لما بطلنا نتكلم بطلنا نتفاهم. لما بطلنا نتكلم بطلنا نتواصل. لما بطلنا نتكلم بطلنا نبقى في تقارب بينا. فاصبحت في فجوه، فاصبحت في مشاعر سلبيه، فاصبح الوضع اللي انتوا شفتوه علينا. عشان كده احرص الحوار الزوجي ده ضروري. في ناس يقول لك طب الشغل وما عنديش وقت طويل اخره، ان شاء الله 10 دقائق على فكره، مش لازم وقت طويل. بس يكون وقت بجد. وقت بجد 10 دقائق انا فضي نفسي تماما لشريك حياتي. انا ليك. ذهني ومشاعري وكل معايا في الوقت ده. مش في حاجه تاني شغلاني. ده بيحافظ على العلاقه الحميميه والتواصل بين الزوجين، ولو في عتاب الواحد بيعاتب الاخر. زعلان منه في موقف بيعاتبه علشان نحافظ على العلاقه الزوجيه والحب الزوجي بينا. الالتزام الثامن التزام كل واحد انه مسؤول نحو راحه وسعاده الاخر، انا داخل علشان اريح الاخر. ايه اللي يريحه؟ ان اقطع علاقتي مع حد معين من اصدقائي هي مش مرتاحه له هعملها. بعض الاحيان بيحصل ده، كان مره معايا مشكله عويصه في كده. هي مش مرتاحه لصديق معين ليه؟ هو مصر هو في ايه صديقي؟ انت متضايقه منه ليه؟ طب مش هقطع علاقتي بيه، بس هي تعبانه حتى مش عندها حق، بس هي تعبانه. انا دوري كشريك حياه انا بريح شريك حياتي، لو الحق العلاقه دي مضايقاها هقطعها، لو علاقتي بصديقتي دي مضايقاها هقطعها على فكره. فاهمين الفكره؟ عملوا يعني ايه بمعنى هي ما لهاش حق وانا برضه نفس الكلام، انا نفس
ممكن هي تعبانه لاي سبب، يمكن هي مش عايزه تقول لك، يمكن هي محرجه تقول لك، يمكن اي حاجه تانية. يعني كان معانا الحقيقه حياه مشهوره صعبه شويه. الزوجه مصره تخلي يعني قالت لجوزها انا مش عايزه اخوك يجي البيت. اخوك؟ قال لها اخويا انت اتجننتي، انت مش عارفه، معلش انا مش مرتاحه. هو اصر لا هيجي ورجلك على رقبتك والاخر. فطلع لما الموضوع اتزن عليها زاد عن اللزوم، وقعدت معاها لوحدها. طب ليه فعلا؟ واستغربنا ليه اخوه؟ فطلع ان اخوه بيعاكسها. هو متخيلش خالص في ذهنه ان اخوه ممكن يعمل كده. هي مش عايزه تعمل مشكله بينه وبين اخوه، مش راضيه تقول له، جاست قالت له انا تعبان وضايق اخوه ممكن اشيله. هو ما عملش حساب ان هي تعبانه. عشان كده بنقول حتى لو في نظرك هي ما عندهاش حق، بس ده تعبانه يبقى نعمل اللي يريحها. وهو نفس الحكايه، لان بعض الاحيان بتحصل كلاشات بين الزوجين ان هو مصر اصرار غير عادي، علاقتي بدول يعني ايه ويعني ايه؟ طب هي تعبانه، فمش عشان انا مرتاح مع صديقي هخرب بيتي. لا، بيتي اولا وسلامي وبيتي اولا وسلامه العلاقه بين شريك وشريك حياتي اولا، ايا كان العلاقه الثانيه بقى. او هقننها او اخليها بعيد عنها خالص ايا كان. عملوا بحث في ماي كلينك في كاليفورنيا في امريكا، دي حاجه كده اضافيه ليكم يعني. قال لك لما الزوجه بعد الجواز بتروح تعمل التحليل بعد شهرين جواز ولا حاجه، بعد ما تعرف ان هي حامل، تيجي تقول له بقى فرحانه كده ومزقطره، تقول له اقول لك على الخبر يفرحك اللي هقوله. تقول له هتبقى اب بعد 8 شهور يا حبيبي. أنا بيحصل في جسم الزوج ثلاث تغيرات مهمة جدا ربانية. هرمون الكورتيزول اللي هو الكورتيزون باللغة بتاعتنا بيقل. الهرمون ده مشهور عن ايه؟ التنشنة والعصبية، ويبقى هو متضايق ومتوتر يعني. يعني هو لو جه قبل ما يسمع الخبر الحلو ده، لا مش عاملة غدا. أنت مش عاملة غدا ازاي؟ أنت مش عارفة إن أنا جاي تعبان وهلكان وإن وإن، ويسمعها موشع محترم. تعالى بعد الخبر ده ملقاش غدا برضه. ولا يهمك يا حبيبتي، هنجيب دليفري. مش مهم غدا خالص النهارده، هخلي يعني بصي احلى اكل في احلى مطعم. لا هو شويه لا انا مركزه معاك، انت تعرفي ليه؟ عشان هرمون الكورتيزول بيقل، فاللي هو مسؤول عن التوتر فعلا بيقل، فبيبقى توتره قل، فما بيبقاش واقف لها لوحده. الهرمون الثاني بيقل هرمون التستوستيرون، وده الهرمون اللي هو مسؤول عن الرغبه الجنسيه عند الرجل. فهي بتبقى فعلا بتقل رغبته الجنسيه في وقت الحمل. يعني ده شيء رباني على فكره، مش هو بيعمله ولا اي حاجه خالص، مجرد بيسمع الخبر ده. وهي بتبقى فعلا في احتياج للراحه. الهرمون الثالث اللي بيزيد بقى هرمون الاستروجين، وده هرمون الانثوي في الرجل. عشان كده بقول لكم تفرحوش زياده عن اللزوم يعني. بتشوف في الافلام القديمه لما يجي يسمع تقول له انا حامل، يقول لها ايه اول حاجه؟ ارتاحي خالص، نام على السرير، تعمليش حاجه خالص، انا هنشر الغسيل وهسيق الشقه وهعمل كل نص المواعيد وهعمل كل حاجه. فيقول له ايه؟ انت عشان سمعت ان ولي العهد جاي؟ لا، هو الهرمون ده بيزيد، هرمون ده بتاع الرئه عند السيدات اللي هو ايه؟ الطيبه والحنيه والطبطبه والحاجات الحلوه، هو بيزيد عنده فيبتدي يحس بالمشاعر دي. وده ايه؟ عشان عايز يساعدها يبقى دوت. دي حاجات ربانيه بقول لك، ده البحث عملوه في مايو كلينك في كاليفورنيا في امريكا. اخر التزام يكون التزام كل واحد ان اتغير نحو الافضل. والافضل بالنسبه لنا هي العلاقه الخاصه بربنا. لو انتوا كنتوا اخدتوا قواعد الحياه الزوجيه السليمه، عندنا اربع اعمده زي ما قلت لكم شويه، وعندنا ثلاث قواعد. عارفين مين المهندس هنا؟ المهندسين. اوكي، لما نيجي نبني عماره بنسمي اول حاجه تحت اللي هي ايه؟ الاساس. الاساس ده على حسب ما تحط بتبني عليه ايه؟ العماره كلها. بالظبط. الاساس بتاع الحياه الزوجيه اللي ببنى عليه العماره كلها وارتفاعاتها كلها وكل القصه دي هو الاساس الروحي. كل ما كان الاساس الروحي بتاعي قوي، كل ما تبقى العماره بتاعتي قويه. كل ما يبقى قوي، كل ما مهما قابلني من مشقات ومتاعب وضغوط والى اخره، فانا عمارتي ايه؟ متينه، عشان عندي ها الاساس متين. عشان كده الالتزام ده هام جدا.
ان انا يعني بعلاقتي الخاصه بربنا قويه واشجع التاني على كده، وبغض النظر مين التاني، ممكن تبقى الزوج علاقتها قويه وتشجع الزوج او العكس. يعني مش هقول ايه هو كاهن البيت هو المسؤول، لا، ممكن انت الزوجه زوجة كاهن البيت وتساعديه، مش مشكله. قريت الوحد الصحيح اللي هو مثلا قال لك مثل الشخص اللي ليه علاقه قويه بسيد المسيح بالواحد، ادي الوحده اهو. هقول كمان الشخص ده هاني علاقته قويه جدا بربنا فاديته واحد صحيح. هاني سال جانيت قالت لي ده هاني بيحب عمل الخير جدا فاديت له نقطه جنب الواحد، اصبح رقم كام؟ 10. قالت لي كمان هاني بيحب عمل الخير جدا جدا فاديت له كمان ايه؟ نقطه، فاديت له رقم كام؟ 100. وهنا عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، كل نقطه بمره بدي له ايه؟ نقطه. في العدد بيحصل ايه معايا؟ بيزيد. ليه؟ عشان عندي ايه؟ في واحد. هاني عنده كل المواصفات الحلوه دي بس علاقته بسيد المسيح ضعيفه شويه، فشلت الواحد، اصبح عندي ايه؟ صفر. عشان كده بنقول التزام كل واحد ان يتغير الافضل، يبقى له علاقه قويه بالرب يسوع، بتدينا حياه فعلا اساس متين الحياه الزوجيه. وصدقوني مهما قابل الزوجين من مشاكل او ضغوط او لاخره، لما يكون الواحد الصحيح ده موجود، يعني علاقه الرب يسوع موجوده، المسيح موجود في البيت، مهما كان حجم المشكله بيتحملوها مع بعض وبيساعدوا بعض وبيبقوا سبورت لبعض، ولو مش موجود ربنا الاثنين بيكسروا بعض. عشان كده من دلوقتي اسعوا انتوا الاثنين مع بعض، يبقى ايديكم في ايدين بعض، يبقى لكم علاقه حيه بجد بربنا، عشان نضمن يبقى بيتنا مبنى على الصخر، يبقى فيه الزوج والزوجه والرب يسوع وبيت مبنى على الصخر. نقول ان لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البنا هون. اشكركم جدا، المحاضره كلها خلصت، اتركوا الاتصال وهتاخدوا بريك دلوقتي.